أربع طلاب راكبين عربية ملاكي في شارع النزهة بمدينة الشيخ زايد، مشغلين أغاني وبيضحكوا مع بعض بعفوية. بعد دقايق قليلة وهم بيلفوا بالعربية، عربية جاية من الاتجاه التاني بسرعة جنونية خبطت العربية بتاعتهم، وانقطع صوت الضحك والهزار والصحوبية والجدعنة، وانقلبت العربية بتاعتهم 3-4 مرات وهي بتتقلب شريط ذكرياتهم البسيط بيمر حوالين عينيهم، لحد ما فرقوا الحياة وتحولت العربية بتاعتهم لحتة صفيح. اتجمع الأهالي بسرعة في مكان الحادث علشان ينقذوا أي حد يقدروا ينقذوه، ولكن الطلاب محدش فيهم كان فيه نفس، كلهم فرقوا الحياة في ساعتها. محدش كان عايش غير صاحب العربية المسرعة اللي خبطتهم، واللي اتضح بعد كده إنه ابن أحد رجال الأعمال، واتنقل لأحد المستشفيات في العجوزة وتحفظ رجالة الأمن عليه. دي قصة حادث تصادم الشيخ زايد اللي دفع فيها 4 طلاب حياتهم تمن للسرعة الزايدة والمخدرات والسكر، ودي الحالة اللي كان فيها المتهم وهو سايق العربية بتاعته وكأنه عايش في العالم لوحده يعمل اللي هو عاوزه. الشاب المتهم اتعمل له تحليل مخدرات واتضح انه كان سايق تحت تأثير المخدرات، واتضح كمان انه كان سايق بسرعة عالية، فتحقق مع المتهم عن طريق فريق النيابة العامة. وبعد ما التقارير الطبية وصلت والتقارير الفنية صدر قرار بحبسه، وبعد اكتمال أدلة الثبوت اتحال لمحكمة الجنايات بثلاث اتهامات رئيسية. الأولى قتل 4 أشخاص بالغلط نتيجة إهماله وحيازته لمواد مخدرة للتعاطي وسواقة العربية بسرعة عالية. القصة ما انتهتش عند كده، ولكن فريق الدفاع الخاص بالمتهم عمل حاجة غريبة جدا وخلتهم تحت المساءلة القانونية. 4 من المحامين أو محامين المتهم راحوا فيلا قريبة من مكان الحادثة، وهناك على حسب كلام صاحب الفيلا ان هم طلبوا منه يديهم تسجيلات الكاميرات اللي سجلت الحادثه، وان هم قالوا له ان هم من النيابه العامه علشان يثق فيهم ويرضى يديهم التسجيلات، ولكن الراجل شك فيهم ورفض يتعاون معاهم. فتاني يوم الصبح الراجل راح النيابه، وهناك حكى الواقع لرئيس النيابه وقال له على اللي حصل. وهو خارج من مكتب الرئيس فوجئ باثنين من المحامين موجودين في سرايا النيابه، فبلغ عنهم. بعدها امر رئيس النيابه بالقبض عليهم، وبدأت قصة جديدة تظهر في القضية، وهي اتهام محامين ابن رجل الأعمال المتهم في حادثة الشيخ زايد بانتحال الصفة ومحاولة الاستيلاء على تسجيلات الكاميرات، وصدر قرار بعد التحقيق معاهم بحبسهم. القصة رايحة على فين؟ الجزء الأول من القصة خلاص بقى قدام محكمة الجنايات، وكريم الهواري بيواجه اتهامات عقوبتها بتوصل للحبس لمدة 10 سنين، وهتبدأ أولى جلسات محاكمته قدام محكمة الجنايات أول يناير اللي جاي، يعني هيبدأ سنة جديدة مختلفة بالنسبة له غير كل السنين اللي فاتت، وهتكون في المحكمة. أما الجزء الثاني من القضية والمتعلق بالمحامين والأحراز فده لسه شغال لحد دلوقتي. النيابة بتحقق وفي تحريات شغالة وفي شهود هيتم الاستماع لأقوالهم، وبعد ما الأدلة تكتمل القصة هتتحال أو القضية هتتحال للمحكمة المختصة عشان تفصل فيها.